مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم الجميع. احنا في الأربعة كفاف واللي ما عرفهاش كاينه في المملكة المغربية. هالخيرة والروال الجالدة المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 21/2/2024 بدينا عند السي محمد ود السي ابراهيم. السي محمد ود السي ابراهيم اضرافات باه كان راجل درواج وكان يخدم هاد التقليه والحب الراس تاهو جاي يخدمهم كما تشوفوا معنا هنا في الاربعاء الكفاف. واني هما موظف تبارك الله على محمد بخير ياك ناشر الاخوان كلشي بخير الحمد لله. وشحال بنت ديال الخيرات اليوم؟ حب الراس 60 درهم مخلط واللي بغى وحده معاه شويه جبنا امور كرشه 50 درهم امور كرشه 50 درهم وبشحال بنت ديال القريه وحدها؟ قريه 800 درهم مخلطه وهذا الشيء شحال سي؟ الشيء كنا 2800 دي من قناة زيتون مرجان 2800 الكبدة 70 درهم الشيء 70 درهم وهذوك الكرعين أو العمارات شحال؟ لا ما تنسوش حنا الكرعين تيديهم من الجزيرة وين؟ تيديهم من الجزيرة العمارة واحد 250 درهم تكتر كتر حنا المية على عجيلات صغار على عجيلات صغار كاين حيت تيخدموا هنا عجيلات صغار. الله يعاونك يا سي محمد بالله يا خويا ما سقيناش لكم الله يعطيك الخير وسلم لي على الاخوان شحال هذاك الراس؟ هذاك الراس 70 درهم تبارك الله عليك الحاج محمد شحال بعتي هذا الشيء؟ 70 درهم 70 درهم شي والكبده والقلب؟ 15000 اي انت تديرها؟ عرفت شحال واصل؟ شحال واصل؟ واصل 400000 راه باقي رمضان ما وصلش. رمضان راه كاينه 500 الصرف. وهذا اللحم الراس شحال فيه؟ 60 درهم مخلط؟ مع الجبنه. واللي بغى وحده شحال؟ وحده 80 درهم. والتقليه شحال؟ التقليه 40 درهم. 40 درهم من التقليه. حرفية مخلطة بشحال التتويع في التقنية اليوم؟ 800 مخلطة وحدة شحال؟ 50 درهم وهذا الشيء؟ الشيء 14 والكبدة والقلب 3000 ريال واللي بغى شوية الورسيس والبور والكبدة 16100 والحبر الراس بشحال تبيع ايه؟ 12100 الله يجيب التيسير. والكرعين بشحال بعتوهم الكرعين؟ باقيين غاليين ولا رجعوا؟ باقيين غاليين واخا قرب رمضان واخا قرب رمضان. هذا الرجل توكم صادقين تونا هنايا في الاربعاء الكفاف توكا راجل زين وظرافات هذا فيديو ماشي لايف فيديو صديق تاعي كيحيدوا العظم كله أنا خوزيتون بعدي مرقول تتحيدوا العظم كله مع ديما نقول وبشحال بعت فيها الخيرات اليوم؟ شحال؟ 62000 وهذا ستوري وعين الانسان يوم هادو تاتا في قناة الزيتون المرجان ياك خدتي مع واخا مرحبا انا تصورت قلت لك يا خويا كاين الثمن عندكم قبل ما يلحق رمضان ولا الحق رمضان فين غنصبحوا تبارك الله البال وبشحال تتبيع اليوم؟ لابد لابد بنادم تيقولوا احنا عبد الله الحم الراس وحده شحال؟ 60 درهم شو جات الجبنه والحم الراس 60 درهم كرشه شحال؟
35 35 مليون راس ب 1000 120 120 130 125 لكن 5 جمهور ياك بعد ما نقول حاجه زوينه تيقول لنا التقليه 35 مخلطه واللي بغى وحده لابد شويه تخلط بعد ما نقول العقده ولسان ونحم الحنك أيوة. الله يجيب التيسير اييه سرطان بلا ندغن مرحبا الله يجيب التيسير وانت شحال بعتي هاد الشيء؟ اشنو هو؟ الشي 70 درهم والكبده والقلب 2600 وهاد لحم الراس 60 درهم مخلط مخلط وشي حاجه ممتازه واللي بغى وحده شحال؟ 70 وهاد التقليه 35 35 مخلطه ايه واللي بغى وحده 40 وتبيعها ب 40 ايه هما يبيعوا فيها مخلطه ب 40 وانت تبيعها ب 40 نصبر مع الدراري وشويه بعد ما تسالك والله يجيب لك التيسير بشحال بعتي لحم الراس اليوم؟ 60 درهم مخلط شويه مجمد واللي بغى وحده 70 درهم شحال؟ 70 70 والتقليه شحال؟ اكثر ساقطه ومخلط اكثر تبيعيه مخلط والتقليه شحال؟ لا بغيت تسلك لا بغيت تسلك وهاد التقليه شحال؟ التقليه 50 درهم مخلطه تاع كل شيء زقاوه العطار والكبده والقلب شحال بعتي يا جمله؟ 2412 الف فرنك الله يسهل هذا توقع صديق تاعنا هنايا في الاربعاء تكفاك واني عنده حاجه زوينه لا تقليه ولا لحم الراس كما تشوفوا معنا وعلى الشي ما عندكش والكبده والقلب على انت مشروكين بجوج بجوج بشحال بعتي اليوم التقليه؟ الكرشه دايره اليوم 40 درهم غاليه شويه قالوا لينا 35 و 40 درهم راه شارين ديال البقرات هذا راه عجل ما كاينش البقرات هنا كاينين لا ما كاينش والله الا الرهبة عابرة الرهبة ود الغدا لا تيدبحوا عجولة صغار والله شي والله الا جوج فوالات 130 كاينة كاينة 130 كاينة وختهم زوينين 130 اها يسواو كثر والله الا 130 واخا تقريبا شحال تبيع 40 درهم حاجة زينة الله يعطيك الخير الله يحفظك مرحبا مرحبا وهذا لحم الراس لحم الراس ب 60 درهم مخلط وشحال بعتي الكبده بالجمله؟ كبده تسير بحالك كبده ديطاي ولا جمله؟ بعتي جمله شحال؟ بعتها خويا ب 2600 2400 ولا 2600 2600 واخا تشوفوا هذا اللي شاري الغلاق وحده وحده تبقى السبع لي ما عندكم سبع لي خونا خوكم مرحبا 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 الله يحفظك ياك ما تبدا تعير في جتان صافي فاش كنت صغير دابا رانا شربت دابا راك من ناحيه بياضه ايوا اي والله ارتري يوم شحال بعتي لهم التقليه من التقليه هذه الكرشه ياك اي هي الكرشه الكرشه ولا الشكان با ولا كل واحد كيف يجي. سيدنا رمضان دخل دار شي وكاين الغلاق. باقي رمضان باقي باقي لي اكثر من نص باقى لي 18 يوم ولا شحال. وتنبيعوها ب 700 درهم يديو الريديو والكرشه والمصارع. شحال؟ 400 400 واخا ما كاين بس. اه ما كاين واللي بغاها وحدها؟ اللي بغاها وحدها 40 درهم. 40 درهم؟ واه. تبيعها ب 40 درهم؟ تبيعها ب 40 درهم ندير معاها الرجا. الرجا واخا ماشي مشكل. واللي بغى لحم الراس شحال؟ كرشه وحنطره لا غير لحم الراس وحده 50 درهم معاه هو المصارع اي هذوك الميت روكات باغي نعبروا بهم راه مزوينين من الراس يحليو اي كاينه والشي شحال؟ والشي يقول 70 65 60 70 65 ما تعطيهم ما ياكلوا هذيك غلبيه هذيك ولا الشحبه غلبيه عرفت انايا هذيك بقري 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 60 درهم اللي بغا والكبده والقلب شحال؟ الكبده والقلب 3120 26 ما عليكش ما عليكش هذا من السماء لحدو معاه راه يخدم الشارف هذا مول جلابيه وفينا
صاحبنا ياك بخير جريتو علينا قناة ديما القناة الحريفية هنا يا كيما تشوفوا بشحال بعتي الشيء 70 درهم والكبدة والقلب القلب عطاونا 25 ميجم ما بغيتيش بيع لا ما تنخلي الكليين ودابا اللي بغى عندك كبدة والقلب شحال تحسب عليه 2600 زيدوا عليه 5 دراهم على وهذا اللحم الراس 12 خلط خلط واللي بغى وحده حسبوا لي 70 درهم وهذا القرية شحال 700 جبر قناة الزيتوني مرجان مكتوب عليها الزيتوني مرجان.